انت شو انت؟ قولي انت شو؟ احلى صرفتي، شرفتي. كيف بتحرض الناس على ابني؟ كيف؟ عنا تهمه جديده هلا. لا هيدي قله اخلاق. انا قربت شي على اولادك؟ طب نازك انت اسكت. يعني شو ما بتشبهك هالشخصية ولا بتشبهك؟ ابدا بس لما لا هي ما بتشبهني بس انا عصبية لما بخوت بخوت هيك هي بهالطريقة يعني في حقيقة شوي. روزي الخولي صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. طبعا هيدا العمل من اخر الاعمال اللي انعرضت خلال شهر رمضان المبارك على شاشة الجديد، عشرة عمر من انتاج مروة جروب. يعني بالفعل هيدا المسلسل أخذ ضجة كبيرة وأخذ نجاحات ومتابعة كبيرة، نسبة مشاهدة عالية جدا، وبنفس الوقت كان اختيار الشخصيات، هلا ما عم بحكي لأنه أنا كنت فيه، بس كان اختيار الشخصية الكاستنج كان بمحله على القد. يعني مزبوط 100%. شو بتحكي عن هالتجربة هيدي؟ أول شيء دور كتير حلو. نعم. في أدوار الممثل مرات بيعمل مستحيل تاخذهم، بيشتري للدور. نعم. يعني لو بده يشتغلوا ببطل يفكر بالاشياء الماديه. نعم. هيدا الدور كتير كتير انت كنت فيه للعمل وبتعرف. صح. حتى كل الادوار حلوين. صحيح. بس هيك ادوار انا بتشدني. نعم. لان فيها عصب. نعم. وفيها ومركبه. يعني هلا في ناس انا بقرا ما ورا السطور، في اشياء ناس بيكتبوا انه ما بدها هالقد تعصيب او هالعصب يكون هالقد او شيء اوفر عملته او في إش لا. نعم. في شخصيه بدك تنجبر تعمل اوفر. نعم. يعني لانه بتبين مش لهيدا الدور. أوكي. بيكون الدور مش إلك لما انت ما بتعمله مزبوط هيك. صحيح. هي مزبوط مفروض تكون هيك عصبيه. نعم. ومن اول من اول الحلقات كانت هي عصبيه. نعم. لان هي كانت بتدعم جوزها بلا باولادها الشباب اثنين بلا بكل شيء، بدها تلقط كل شيء هي. نعم. هي كل شيء لقطته. اي واحد بيلقط عنده 6000 موضوع بمخه و6000 شغله براسه، اي مره ما بتصير ترجف وتضل هلا كل اللبنانيه عم يرجفوا علي. اي بعرف هيدا الشيء بس لازم تشيل هيدا واقع. لما بدك تحمل كذا بطيخه بايدك بدك ترجف. روزي خلينا نرجع للبدايات، شو المحطات المهمه؟ عم بلطش يلي لطشوني. نعم وصلت. المحطات الاهم يلي مرقتي فيها بالدراما اللبنانيه او العربيه يلي أعطيك الخط للدراما كممثلة؟ أنا بلشت طبعا بمسرح. نعم. كنت أعشق شيء اسمه مسرح، عملت شيء 9 مسرحيات تقريبا. نعم. بلشت مع المرحوم الأستاذ، للأسف عم نقول مرحوم وللكبار عم بيروحوا، مروان نجار. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. وبلشت واشتغلت مع أستاذ أنطوان كربيج الله يطول بعمره، اشتغلت مع الأخوات حتى الحرية، عملت عملت كذا مسرحية، يعني 9 مسرحية. هيدي كمسرح. نحن كمسرح فجأة حسيت إنه بدي يعني بدي كاميرا. نعم. يعني بدي عم شوف ليش إنه ليه هني بشتغلها مش بس كان عشقي للمسرح بالأول. نعم. أول ما بلشت تي في بأستاذ مندور. نعم. أخذ دور أم. نعم. ام لثلاث صبيان، لقيت وعمري 18 سنه، كانت 17 18، لقيتها حلوه الكاميرا، بلشت اتعلم كيف. نعم. اتعاطى مع الكاميرا. المحطات كل دور بتمرق فيه محطه بحياتك وهو علامه بحياتك، يا بتقشطه للدور وبتقشط انت معه، يا بتنجح انت والدور. هلا في ادوار دائما بخدها شريره. نعم. كنت انجح مع انه يمكن لأنه طبعك. أنا مني شريرة. نعم. هاي دول أشياء مركبة بشتغل عليها كتير منيح لأطلع من حالي، لأنه في أشياء ما في يقولها. نعم. ما فيك تقولها بالحقيقة، ما فيك تضلك تبخع العالم، فبدك تفش خلقك تعمله. عم بتحب الدراما اليوم؟ كيف؟ عم بتحب الدراما اليوم؟ اللبنانية عم بحكي. لقلك شغلة، أنا بدي أشكر كل حدا. نعم. منتج لبناني عم يقدر يخوض هالمعركة ببلد فقير. نعم.
الفقر من كل النواحي، مش بس فقر ماديا، فقر إنسانيا، فقر إلخ. فأنا بدي أشكره لهالمنتج اللي بيقدر يحط قرش تيعمل عمل ولو بالسنة مرة أو بالسنتين أو ثلاثة، لأنه الوضع البلد كتير مأساوي. يعني أنا مثلا بعيش من وراء التمثيل، ما عندي شغلة تانية، كيف أنا بدي استمر إذا بدي أشتغل عمل واحد بس بالسنة بعيش فيه شهرين ثلاثة وبعدين شو بعمل؟ يعني بهوي عمين بتحطي السبب الحق؟ كيف عمين؟ بلد ما في ما عندهم، يعني ما بيساعدوا الفنان، ما بدنا، نحن مش عم نشحد، مش يساعدوا الفنان يدعسوا على كرامتنا ويعطونا، لا، ساعدونا انتاجيا. يعني نصير مثل مثلا مثل سوريا تقريبا. سوريا في سنة طلعت اشتغلت بال 2002 كانوا كان الممثل اللي قدامي، ما بقول طبعا اسامي، عم بيشتغل خمس اعمال بنفس الوقت، عم بيزبطوا المدراء الانتاج عم بيزبطوا له اوقاته، يعني بيشتغل الممثل بالسنه كذا عمل وعايش بهونيك. ليه نحن مثلا الدوله ما بتساعد هالانتاج يعني المنتجين اللبنانيين مين في؟ يعني في ليش كله بدهم يسرقوا ولا شيء ثاني؟ عم بحكي اللوكل المحلي مين في؟ في عندك مروه جروب، استاذ مروان حداد، طيب عم يشتغل لحاله مروان لحق، يعني استاذ مروان اللي معلوف، مين كمان؟ كمان انه في ناس عم تشتغل عم تشتغل منتج منفذ، وانت بتعرف هيدا الشيء، وشركات كبيرة وعم تشتغل منتج منفذ، وفي ناس عم تشتغل من مالا، بس نحن عم نشتغل معها لندعم الانتاج الفني ونحن فقراء. عم تفهم شو بقصد؟ يعني ما بدي أوضح أكتر من هيك. يعني مفروض الدولة تدعم المنتجين اللبنانيين، اوكي، لحتى يقدروا لنوقف كلنا على اجرينا. روزي، الفئه العمريه اللي انت موجوده فيها مطلوبه؟ مطلوبه، بس انا ما بعرف اذا مطلوبه، مش مطلوبه كثير. ليه؟ ما بعرف، بلكي تقصير منك بالعلاقات. انا بقول مرات تقصير مني، لانه شغلنا اجتماعيات. وانا هلا نحن بوقت بدك تحسب حساب كل خطوه بتخطيها، وانا بيتي بعيد، بس حتى لو بيتي بعيد في حوالي كتير فنانين يعني بالجبل فوق بيروحوا وبيجوا، بس بدك تكون نفسيتك مرتاحه لتقعد وتحكوا وتعملوا اجتماع. ما في نفسيه مرتاحه، يعني مش دائما حق على غيري، يعني انا بقول انه كمان الحق علي. وين العيله بحياتك؟ تزوجتي من محمود، رحل محمود الله يرحمه، الله يرحمه، وحدك، ما جبت اولاد؟ لا. العائله اهلي الله يطول بعمره. كيف علاقتك بالعائله؟ عائله يعني اخوتي، مش اهلي، امي وبي متوفيين. بربيع الخولي، الاب طوني الخولي حبيبي. حبيبي، شو سؤال؟ علاقتك فيه؟ يه خيي، كيف شو علاقتي فيه؟ ما بخطي خطوه الا ما بقول له الو. ما بخطي خطوه. خبرينا شوي عنه، اشتقنا له الان. هو بأبروس بدير مارلياس، ولا بعطيك رقمه تحت الهوى، وبس تروح على أبروس زوره، لأنه ضروري تزوره. أنا قلت له عندي مقابلة معك، قال لي إيه، إذا إجا على أبروس خليه يجي لعندي جبل. وبتحكوا دايما؟ أكيد. خي، كيف ما بدنا نحكي؟ أنت ما بتحكي مع خيك دايما؟ بلا. إيه خلا، في شو هالنقلة مع طوني الخولي لهالمطرح اللي استمر فيه وما تراجع؟ ليك، لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. ربنا هو اللي بيمشي الإنسان على الطريق، هو اللي بيقول له أنا أعطيتك صوت، خدمت للناس وعشت، هلأ تعال خدمني. يعني يال اللي بيكون حد يعني ربه. طوني الخولي اللي من طياره خاصه او وغنى ايه، بيقول لك انه هيدول اشياء. اول فنان كان عنده طياره، مال الارض للارض، هيك بيقول لك، بيقول لي اختي مال الارض للارض، ما حدا راح واخذ معه شيء، ومزبوط معه حق. وكل الاديان بكتب السماويه الاثنين اللي انا بامن فيهم بيقولوا هيك، مال الارض للارض. نعم.
طيب يعني العائلة بالنسبة لك مهمة اللي هي أكيد أهلي. أنا كنت تندمي أنك جبتي ولد؟ مش بندم. نعم. مش بإيدي. مش بإيدي. مش بإيدي يعني أنا رح لي ولدين كانوا توم. نعم. راحوا ما رجعت حبلت. طيب الله هيك ما بترجعي تفكري تتجوزي؟ دايما كل ما اقول لهم لا 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 ما بفكر انا ما بدي اتجوز ما بعرف شو بيقوموا علي ليه عم بتقولي هيك ما بعرف ما بفكر هلا يعني انا هلا بالوقت الحالي ما بفكر الا بشغلي طيب في يعني ما تركوا لنا مجال نفكر بحياتنا الخاصه لا. نحن ببلد ما فكر بالكهرباء والمي ولا انا يا ريت قصه كهرباء ما بدنا كهرباء يا خيي بدنا طبابه اهم من الكهرباء بنقعد على المطار بدنا شغل تنقدر ندفع المطار ما بدنا كهرباء وما بدنا يستفيدوا من الكهرباء هني ونحن ما نستفيد منها نحن بدنا طبابه نستفيد منها بدنا ادويه بدنا انسانيه يعني أنا مبارح شخص يعني معه مصاري وعمره 80 سنة وعايش عنده 20 بسينة قاموا الله جيرانه أنه عم يطلعوا ريحة كيف عم يطلع ريحة؟ مستأجر شاب عم بيجي ينظف له كل يوم البحث وعشرين بسينة معاقين بلمهم معاقين ففجأة بدهم يشيلوا لهيدا الانسان بدهم يشيلوا له العشرين بسيني اللي عايش هو ياهن يعني هيدي شغله انسانيه هو عم بيلمهم عمره 80 سنه وهيدا زلمه كان بالطيران بالستيورد يعني شبعان ومعه مصاري وعائلته مسافره وهو عايش هالبسينات وما في ريحه ربح القضية وهلأ أني راجعين بعتين له درك ليسحبوا ما في إنسانية يعني ما بالكم وباسم حدا ما بدي أقول لأنه بشلوني أنه معقولي يعني هيدا واحد عايش هو وحيواناته وما في ريحة وما في هالقصص تركوه كفة ده بده يعيش عمره 80 سنة سنة سنتين ثلاثة التي هني طب ما هيدا وين شو تعلمتي من الزواج من ديانة أخرى ديانة مختلفة عن ديانتك ما في كتير يعني الكتب السماوية بتهدي للشي صالح بس نحن كل واحد بيقرأ على طريقته وكل واحد بيتصرف مثل ما هو متربى عند أهله مش على الكتاب المقدس والقرآن الكريم في ناس بيعكسوا هول الديانتين انتبهت كيف لا بيستعملون ضد بعضهم نحن مربينا هيك يعني أنا بيي كنت إجي مر من السهرة مثلا عندي مسرح ونكفي سهرة إجي لقيه بكون بدي نام وعى 5 الصبح قال له يا بابا وطيك كنا بيسمع قرآن الكريم والساعة 7 بيروح بيحضر قداس لما العائلة البي بربيك بهيدي الطريقة منين بده يكون عندك عائلة بتربيك بالطريقة هيدي اللي يبطل فيها التعصب كان هون او كان هون ما عندنا تعصب ما ربينا بالتعصب والله يرحم بي لانه عيشني بهيدي الطريقه يعني عم يدهمني الوقت بس عم تحضري شيء هلا في اشياء عم نشوفها عم شوف عم بقرا طبعا عندي عمل عم بقرا تنشوف ان شاء الله خير بس بدنا ندعم بعضنا لحتى نستمر انا بدي احيي طبعا المنتجين اللبنانيين يعني يلي هن بعضهم محافظين طبعا. على الدراما اللبنانية وعم بيستمروا مش هينة ابدا لانه على الايام الانترنت اكل الدنيا والمنصات والى اخره وبدي احيي شاشات التلفزيون اللي بعدها مستمره طبيعي. طبعا تقدر تعرض هالاعمال وتقدر تشتريها لانه كلفه العمل عاليه جدا بين الممثل وبين الانتاج وبين مزبوط. وبين وبين مزبوط. بتمنى انه للعمل اللبناني ننتقده بشكل ايجابي وموضوعي لانه ما نكون شاملين وما نكون ظالمين لانه الحمد لله في بعض منتجين عم بتقدم اعمال بهالبلد لنقدر نشوفها طبعا رغم كل الشيء اللي عم بيمرق فيه يعني لا. عم من مشي عم بيعملوا عمل من لا. مشي ثانك يو لحضورك ميرسي لكم يعطيكم الف عافيه ثانك يو روزي للمخرج وميرسي وكل التوفيق لك لانك بتستاهلي ثانك يو ثانك يو